عشوائية. بالعكس كان في اختيار، كان في تقديم من قبل الأبرشيات لأولادها، كان في اختيار من قبل لجنة منظمة، من قبل أساتذة، يعني كل الأشياء مدروسة بشكل كتير كبير وعلى دقيقة وعلى الوقت. الهدايا اللي رح يتقدموا إن شاء الله رح نشوفهم كمان مباشرة على شكل التفاصيل. في نشيد هلأ رح ينزل أبوسك البابا من البابا مولي ويطلع سيرا على الأقدام إلى المنصة الكبيرة التي استحدثت يعني بصرح بكيركي من أجل هالحدث الكبير الرمزية اللي فيها كتير رموز. نعم المنصة فيها كتير رموز. أبيض اللي كنت حكيته عنا طبعا بتقرير لي عدوى بالنشرات الإخبارية الزملاء كفوا وفوا بهالمجال، الجسر والزيتون والصلبين لمختلف الكنائس الشرقية. ايضا حضور فخامة الرئيس، يعني فخامة الرئيس بشار السلمان حضوره مع الشباب بهاللقاء ايضا كمان علامة مميزة للغاية، حتى كل البروتوكول بيقعد معهم على نفس الكرسي قاعد حتى على طرف مش بالنص، وهيدي عن جد هيك تحية من القلب بشكل كتير كبير لفخامة الرئيس. اول شيء بالحماس اللي كان عنده واللي اظهره، بالتنظيم اللي كمان حضروا الاصل الجمهوري، بكل الاشياء اللي حتى تحت هيك بخدمه الكنيسه اليوم لحتى يكون هالزائر هالقد مكرم، وحضوره اليوم بشكل لافت بوسط الشبيبه بالرغم من كل البروتوكول بتعرف يلي بيحيط بفخامه الرئيس وين لازم يقعدوا كيف لازم يقعدوا وين لازم يكون كرسيته، اخذ قرار انه يكون على نفس الكرسي معهم يعيش معهم يقعد معهم لحتى هالقد يقول له انه هو قريب منهم. والاثبات ايضا يوم انه الدوله اللبنانيه هي عندها الاهليه التامه لاستيعاب ولتنظيم هيك حدث، يعني قديش قيل الكثير يعني عن قدره الدوله الى ما هنالك، اثبت فعلا ايضا صوره لبنان الحلوه اللي اليوم عم بيشوفوها العالم كله سوا. هيدي الروح اللي كنا عم نحكي عليها وعم نحكي انه هيدي اللي لازم تبين للكون كله سوا. ايضا مشهد رائع، يعني كيف قدسة البابا رجل السلام الى جانبه بكيركين، يعني كمان واقفين البطيرك الراعي والبطيرك الصفير بهالصرح التاريخي الصرح البطيركي بكركي ايضا اللي له من رمزيه كبيره في لبنان والشرق، بطريركيه انطاكيا وسائر المشرق اليوم عم بتشع الى الشرق.